هذا التين. يعني إذا أريده ينضج شنو نستخدم له؟ هذا كبريت، عنصر الكبريت. خاطر تنضج الثمار نعطيها عنصر الكبريت. هاي الثمار، هاي بادية بالنضوج. إذا أريد مثل الحجم مالتها نعطيها حجم وجودة وحلاء، نعطيها عنصر البوتاسيوم. خاطر ينطينا جودة للثمار وحجم كبير وحلاء زايد يصير بيها. هذا النوع الباذنجاني، هذا النوع التركي الأصفر. هاي من تنضج الثمار مالتها لون أصفر، تالي من تصير بيها يعني مستواتها زايد يصير لونها مثل برتقالي. هاي الحجم مالتها صغير، الشتلة صغيرة، والثمار مالتها ما شاء الله بعد تكمر. هاي الثمار مالتها تكبر، حجم صير كبير، لأن حجمها صغير الشتلة، ثمارها يعني مو ذاك الكبر، بس تكبر حجمها يصير أكبر من هذا الحجم. هاي الحبة مالتها هالحجم تصير أكبر بعد، من الشتلة حجمها مو كبير. هاي الثمار مستمرة، ثمار مالتها. فهاي دائما يسألون الأخوان تصير الحبة سفنجية، شنو السبب؟ السبب هي هاي أكو حشرة تلقحها. فالمفروض نكافح، يعني مثلا إذا أريد نكافح مثلا هي تتأثر بالعناكب، وكافحنا هاي الحشرة راح تموت، يعني هاي الحشرة راح تموت. يفضل يعني نكافح قبل لا يصير بيها يعني ثمار، أو مثلا يصير بيها هاي ذبابة الفاكهة هاي تأثر على الثمار مالتها ويصير بيها تساقط. هاي ننصب لها مصيدة، نسوي لها مصيدة وننصب لها خاطر ما تتأثر الثمار. بعد تتأثر مثلا هسانة ليش يصير عندي مشكلة بيها؟ الري إذا صار ري عندنا زايد، يعني مثلا الري مالتها هواي يصير، فتتأثر يصير بيها يعني يصير سفنجية أو يصير بيها تساقط بالثمار مالتها. فيفضل يعني الري مالتها منتظم. أشعة الشمس مثلا، إذا مثلا الثمار مالتنا هاي هم تصير سفنجية وتتأثر، إذا ما توصل يعني مثلا تصير شجرة يعني كثيفة بالأوراق والتفرعات، يا يعني أما نقلم الأفرع الزايدة أو الأوراق مالتها نخفف من الأوراق مالتها، خاطر توصل أشعة الشمس للثمار، خاطر الثمار مالتها يصير بيها نضوج وتستوي. يعني هاي الثمار تعتمد على نوع الشجرة، يعني إذا شجرة يعني نوعية جيدة تثمر ثمار مالتها. هاي الثمار ما شاء الله، بينما هي أنا أقرستها يعني حجمها صغير، هاي الشتلة هاي ارتفاعها تقريبا يعني لهنا أقل من 20 سنتيم اشتلتها، يعني صار لها تقريبا 3 أشهر 3 أشهر ونص. هاي ما شاء الله الارتفاع مالتها والثمار مالتها ما شاء الله. هذا النوع التين جولاني، هاي الثمار مالتها. فهذا التين إذا نعطي أسمدة يصير به نمو خضري، يصير به تساقط بالثمار. فهاي مثلا إذا أريد نحافظ على الثمار، هاي القمة النامية نقصها، هاي القمة النامية، هاي القمة النامية هاي نقصها إذا أريد الثمار مالتها. وإذا لا مثلا يصير النمو مالتها جيد ما يتأثر بعد، ما يحتاج نقصها، يصير نمو وثمار تستمر. هاي الثمار مالتها.